طب هي ما شافتش رسالتي. طب انا هقول اول حرفين ر ميم. ر ميم بليز حبيبتي، شوفي شوفي مسجاتك، بعتلك رسالة. هو الكارت ده عمال يطلع لك كتير كده ليه؟ ده كان بقاله كتير مختفي، يعني ايه اللي طلعه تاني كده؟ برضو الأسد عايز إيه؟ بقولها حالا يا ندى. الأسد عايز يتعافى من شيء، في شيء تعبه، يجوز يكون تعبان جسمانيا، يجوز يكون تعبان نفسيا، في حاجة تعباه ونفسه إن هو يتعافى منها ويطيب. أو ممكن يكون معنى تاني إنه عايز يطلق حكم نهائي، وأكيد الحكم النهائي ده يخص العلاقة. نفسه يحسم قرار، رجل في المية ورجل في الأرض، مش عارف يحسم قراره. تمام، شايف شريكه ازاي؟ شايفه مشاكله كتير وأعباءه كتير، وحرام مش قادر يرفعها من على الأرض. يعني هو حاسس بشريكه ان هو عنده متاعب. شريكك عايز ايه؟ نفسه في مشاعر جديدة، نفسه تقدم له شيء او هو يقدم لك شيء. انا اعتقد ان هو عايز يقدم لك حاجة، اعتقد نفسه في ايه؟ نفسه السلاسل تتفك. ممكن يكون شريكك يا اسد في سحر معمول له. انا قلت ده الكارت اللي بقول لكم مش عارفة ليه اتكرر كتير النهاردة، في طاقة حسد وطاقة سحر كتير قوي في المجموعة الثالثة. شريكك يا اسد ممكن يكون عنده مشكله، نفسه هو متقيد بسلاسل ونفسه يفك منها ومش قادر، في حاجه زي ما تكون بتجره. شايفك ازاي؟ شايفك مروضه، انت بقى اللي مروضه، انت اللي بتعرف تتعامل معاه، انت اللي بتعرف تسيطر عليه. العلاقه طاقتها ايه؟ طاقتها اساس ممتاز حلو جدا ومبارك، وحاجه الناس بتبارك ليها يعني. بس عايزه شغل، عايزه شويه شغل، شويه بنى، نبني كده شويه حاجات يعني تزودوا عليها حاجات. العلاقه عايزه شغل يا المجموعه الثالثه. انتوا داخلين على مرحله جديده الفتره دي، منسجمين، في حاجه حلوه، في حاله انسجام، شايفه السماء صافيه وعصافير وحاجه حلوه كده. بعدين في قرار هتبقوا عايزين تاخدوه، ويعني قرارين شكلهم شبه بعض، اوكي، وهتحصل خناقه افتكر بسبب القرار ده. يعني هو القرار مش تفضلوا او تسيبوا، لا انتوا مش سايبين بعض، انتوا مع بعض والدنيا تمام التمام، بس في حاجه هتتشاوروا فيها ككابل مع بعض، نعمل ده نعمل ده، وهتدب خناقه بقى. خناقه هتدب، لا انا صح، لا انت اللي صح، انت غلط، انت غلط، وهكذا. بس يعني خناقه عبيطه شكلها ان شاء الله، وهتعدي على خير. اوكي، هلخص القراءه. الاسد نفسه يتعافى من حاجه تعباه ومأزماه جامد، ممكن تكون ثانك يو فور ذا لافز والهارتس واللايكس والحاجات الحلوه دي، بشكرك يا سهيله. نفسه يتعافى من حاجه تعباه او نفسه يطلق حكم نهائي، محتار، نفسه يعني يحسم هذا التردد او هذا القرار، شايف شريكه تعبان وشريكك ممكن يكون تعبان بالفعل يا اسد، لانه عنده طاقه حسد وسحر، متبهدل يعني جايبه الارض. نفسه يقدم لك مشاعر، عايز يقدم لك حاجه جديده ومشاعر جديده وحاجات حلوه قوي، وشايفك انك انت الوحيد اللي بتعرف تسيطر عليه، انت اللي بتعرف تفهمه وتعرف يعني انت بتعرف تتعامل معاه. الطاقة ما بينكم اساس قوي، بس محتاج شغل. في هنا حالة انسجام وحاجة كويسة قوي. بعدين في قرار هيتاخد، هتقوم على
أثروا خناقة. والله أعلم. كتير حتى أولادي خايفة عليهم. يا أنا أم سوري يا حبيبة قلبي، معلش معلش. بس عايزة أقول لك على حاجة. أنا الأيام دي كمان العصبية عندي زايدة قوي، معرفش شكل فيه حاجة مش ظريفة فوق يعني مخلياني متوترة قوي. بصي حطي في دماغك حاجة واحدة بس، إن ده مؤقت. أنت شو داري متعصبة طول حياتك؟ أكيد مفيش حد بيبدأ متعصب طول حياته، لو نفضل متعصب طول حياته هيتجنن. بس بقول ولادي النهاردة هروح مستشفى المجانين بسببه. فلا، العصبية دي طول ما أنت عارفة إن هي حالة مؤقتة حاولي تتجاهليها. وزي ما قلت قبل كده، لو انت ما سمعتيش اللايفز اللي فاتت، تمارين النفس والله حلو جدا، هيساعدكم جدا، هيهديكم قوي قوي. نفس عميق ويخرج بالراحه 5 مرات، اقعدي اعمليها 5 مرات. انا والله عملت يعني دلوقتي اللي عشان نفسته بعمق كده، حسيت ان انا ارتحت اكتر، يعني بقيت more relaxed. تمارين النفس والله حلو قوي، صدقيني جربيه ومش هتندمي. وما تخافيش من حاجه، ارمي كل حمولك على ربنا، ربنا اكيد ان شاء الله هيختار لك الحاجه اللي تقدري تستحمليها. فهمتي قصدي؟ يعني الله لا يكلف نفسا الا وسعها، مش هيديكي حاجه مش هتقدري عليها، ما تخافيش يعني ان شاء الله خير. طب يلا هختار حد من اللايف. انا بعت لها مسج بس هي مش شايفاها. طيب تعالي انت كده، بتقولي يا رشد؟ ثانيه واحده كده هشوف بس البنوته دي. لان الثانيه ما ردتش. طيب من هنا لغايه ما ترد نسحب كروت بقى. راشد بيقولي اسحب كارت الحد. انا مش شايفة يا راشد، اللابتوب بعيد عني، ايه الموضوع يا بنتي؟ ما انا عمالة انده عليكي، هي موجودة؟ قول لها لو سمحت تبعتلك تاريخ ميلادها، عشان هي دي اللي كسبت القراءة، اللي عايزة نسحب لها كارت دي، هي اللي كسبت القراءة. طب انا هديليت دي بسرعة قبل ما تشوفها. ديليت ديليت ريموف، ايوه ريموف فور ايفري ون، ايوه بس كده. طيب رحمه، حدش هياخد باله، ممكن بليز تشوفي مسجاتك؟ بليز ابعتي لي تاريخ ميلادك. كلامك كله صح، بس فعلا محسودين وممسوسه ومش عارفين نعمل ايه. يا مروان ابعتي على الصفحه، انا ما كنت يعني ما بساعدش في الموضوع ده خالص، لاني صراحه والواحد يعني مش عيب ان هو يعترف بحاجه زي كده، كنتش بقتنع بيها قوي، بس لما حصلت لي فعليا اقتنعت. فلو محتاج مساعده انا ممكن اساعدك، مش بنفسي يعني، هرشح لك حد. اسراء طبعا حبيبتي تواصلي معايا مفيش مشكله خالص، ابعتي لي على الصفحه. وشافت المسج، شافت المسج. طيب خلاص اسحب لها كارت الايه؟ عايزه تسال على ايه؟ عايزه تسالي على ايه يا رحمه؟ طبعا يا قمر من عناي يا حبيبتي، مش بترد؟ طيب خلاص دلوقتي نديت القراءه المجانيه. الف الف 15 9 88 15 9 88 برج العذراء، كويس قوي. طيب هقرا لك حاله عامه، معلش مسي كله صحيح. المجموعه الثالثه، بشكرك يا نوال قوي، you're so cute, I follow you from Sydney, thank you Bas, it's an honor. okay what do you mean يا راضي؟ wrong way stress يعني ايه؟ عايزه عاطفه؟ ماشي معايا في البيت. والله يا جيلان يعني الحمد لله، قولي الحمد لله. بليز مين بيقول بليز؟ ايوه يا مها قولي.
يا عذراء يا عذراء والنبي بلاش القسوة دي. ليه القسوة دي؟ طيب انت واضح ان انتوا لسه مرتبطتوش، والله اعلم كده، او مش عارفة، هشوف. انت عايزة ايه؟ عايزة تيسير شوية، عايزة الامور تتيسر شوية، حاسة ان الدنيا واقفة، ما فيش حاجة بتتحرك، ونفسك الحظ يبقى معاكي شوية، نفسك تحتفلي حبيبتي، وعارفة حالة فخر كده. لا هي واحدة بس، نفسك تفرحي وتحسي ده شكله احتفال. انت نفسك يمكن جواز لسه ما تمش، حبيبتي تسلمي، جواز لسه ما تمش، نفسك ان هو يتم على خير. او لو كنت متجوزة فيمكن يكون في دروب حاصل وانت عايزة تطلعي من الموضوع ده راسك مرفوعة، فهمتي قصدي؟ شايفة شريكك ازاي؟ شايفة ظلمك، ظلمك في حاجة، او اساء حكم عليكي، على الاقل اساء حكم عليكي في حاجة. الطاقم بينكم قوية قوي ما شاء الله، ايس اوف وانز، ده حاجة ما بتتمحيش، ما بتتكسرش، بمعنى لا ينفع تنسوا بعض ولا ينفع تسيبوا بعض، العلاقة قوية جدا جدا فوق ما ممكن تتخيلي. الشريك بقى عايز ايه؟ لو ما كنتوش اتجوزته فهو عايز زواج، وعايز خلفة، ولاد، حب جميل جدا، حب غير مشروط، حاجة تحفة ما شاء الله. عايز عمل جديد، نفسه يشتغل شغل تاني. شايفك ازاي؟ شايفك مش عارفة تاخدي قرار في حاجة، محتارة في حاجة وعمالة تبصلها وتقلبيها يمين وشمال ومش عارفة تحليها ازاي. طب حبيبتي يبقى منين عايزة عاطفة يا روح قلبي؟ العاطفة دي لازم تكوني في علاقة. طيب انسي القراية دي خالص حبيبتي، والكلام ده لكل الناس يا جماعة اللي عايزين قرايات خاصة اللي بيكلموني، اللي مش في علاقة ما تطلبش قراية عاطفية. سيمبلي فين العلاقة؟ فين الشخص اللي هقيس عليه الكلام؟ فين؟ اللي مش مرتبط يقرا جنرال فقط عشان يعرف مثلا هيحصل ارتباط او لا. اوكي خلينا نشوف، معلش يا جماعه بير وذ مي، هنشوف القرايه المجانيه دي. اوكي طيب طيب هو انتوا انفصلتوا خالص خالص يعني ولا في امل للرجوع؟ لان انا شايفه رجوع، في رجوع. اول حاجه هنا في مناسبه، في احتفال. اوكي الاحتفال ده تقريبا هتتجمعوا فيه يمكن ويحصل رجوع، الله اعلم. او ممكن يكون زواج تاني خالص، ده كارت زواج، هتتجوز شخص تاني خالص، الله اعلم. بس في رجوع، ده بالنسبه لي كارت رجوع، او شخص انت كنت تعرفيه من زمان وهيبتدي ودك ويعني يتواصل معاكي تاني. قويه ما شاء الله العذراء، معروف قوي، عقلاني جدا، عقلاني بحت. تمام انت عندك خوف حبيبتي من حاجه، خايفه تاخدي اي خطوه، خايفه تتحركي، مش شايفه اصلا قدامك ومش عارفه تعملي ايه، وواقفه مكانك ثابته ما بتتحركيش. بس انا بقولك ان الخوف اللي عندك ده مش مبرر، مش في محله. لا انت ما شاء الله عندك قوه كافيه انك تتحركي زي ما انت عايزه، عندك اساس حلو بس عايز شويه شغل، عندك اعباء كتير حبيبتي ومشاكل كتير قوي مش قادره حتى ترفعيها من على الارض. في صبر، صبر وتضحيه، صبر وتضحيه وانتظار. اوكي لكن في حاجات حلوه قوي برضو، ده برضو بيدل على القوه وانك انت بتستمتعي قوي وبتبقي اكسايتد في الحاجات في البدايات، بس بعد كده بتزهقي. وعندك شخص مش بينصحك نصايح مظبوطه. في عندك سفر او انتقال، بتغيري بيت، رايحه من بيت لبيت. ااا آه
بصي انا الكارت ده حسسني ان هو نفس الشخص ان ده رجوع، وافتكر الزواج ده هينجم عنه تغيير للبيت، ده تغيير بيت او تغيير بلد بحالها. عندك الساحر كمان، عندك فرص كتير قوي الفتره دي وانت هتعرفي تستغليها كويس ان شاء الله. قرايتك مش وحشه خالص، بس انا التطور مادي ما شفتش، بس شايفه سفر، بس شايفه عندك حبيبتي مشاكل كتير فعلا، وانتي صبر عليها اهو، صبر شديد، بس صدقيني الصبر ده نهايته كويس ان شاء الله. ان شاء الله في رجوع، ان شاء الله في رجوع حبيبتي. كلامك كله صح، بشكرك يا روحي، باذن الله ترجعوا باذن الله. عموما لو انا مش مركزه قوي، يمكن مش هو، بس هو ان شاء الله في ارتباط قريب.